وأما معنى الآية إجماليا فالله عز وجل لما أمر المسلمين بالإيمان بالله وبالكتب المنزلة وبالرسل السابقين أمر اليهود والنصارى إن كانوا على حق مما يزعمونه فإن الحق ما تقدم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا فإن كنتم مؤمنين حقا فكما فعل المؤمنون فافعلوا. ولذلك قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا يدل على أن الهداية لا يمكن أن تكون إلا في شرع الله، وأن من أعرض عن شرع الله ودعي إلى الحق فأعرض فإنما هو لا يريد إلا شيئا واحدا وهو الشقاق والنزاع والمخالفة، ومن يريد معك الشقاق والنزاع والمخالفة يريد أن يوقع بك المشقة، ومن أراد أن يوقع بك المشقة فإنه سيسعى إلى أن يوصل إليك الأذى، إذن أتى بعدها فسيكفيكهم الله. ولما كانت الأذية في الغالب أنها يدبر لها في الخفاء ولا يعلم بها من سيعتدى عليه، ختم السورة بهذين الاسمين وهو السميع بما يقوله هؤلاء وهو العليم بما يفعله هؤلاء.